بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دروستي بعد ابن أبو بالله، الحمد لله كتاب كده حد نوجه يانسي وضينا دمينا قدر الندى وبلو السدى، كتاب خاصي أي آخر نور مريي منصوبة الأسماء مفاعيش أي أنكسر بحني حال وهلك بالله يا باب الحالي، وهو حالك فضل وصف وصف وهي فضلة يديرية يقع دعي في جوابي كيف كيف جوابك إذا دعي كضربت اللص توقي أيان قراعي وهي مكتوفا حال ويهم إذا قرب حلي حال محالي يرى هذا أنا قاس رواي نكو فهنسيو حال أرطى أولا ووصفي واسم فاعل اسم مفعول أمثلة المبالغة صفة مشبهة صفة وحي الذي يجري إذا مركا أنا وفضل وكب هنا يا حالد وهدي أي نقطه خبر أما فاعل وحنجي إذا وصف هدي نقطه خبر أما فاعل أما وحلا مذا حال من نغني وإنه فضلية هي إذا مركا أنا كيف جواب وإنه النقطة يعني وحكوة ذا طاب أما هي وتسينية وغالب لازم معها مرر أوسى وحمد تسينية هي أوسى تسينية إنها جرتها سيدا ضربت لسه توقي أيان قراعي وعادي كرتا كيف سدوها مركز قراعيسي مكتوفا حالويا من لقرب حيله لما انت امرك يقول لما ذا الكلام كهذا على المفعولات اللي قهض لو شرعت وحن قد قلي في الكلام كهذا على بقية المنصوبات منصوبات كي خلي إلا قهض له فمنها منصوبات وحا كميدة الحال وحالا كميدة وهو حالا غنى عبارة معبر به مثل وشي قوي عما وحي اجتمع اي كلانتي فيه دحديث ثلاثة شروط سدح شرط وحي اي كلانتي أحدها سد حلامد كم إذا أن يكون وين وياه وصف وصف وين وياه وثاني كلام أن يكون وين وياه فضلة ديري وثالث كسد حال فضلة يعني وين وسن عمد عين مرفوعة الأسماء وين وسن كم إذا حين وثالث كسد حال أن يكون وين وياه صالحا من أصول بضل الوقوع عند اعتام في جوابه كيف جوابت إذا عند هذا وين أصول بضل وذلك كان كقولك ضربت اللص مكتوفا فإن قلت هذه آتي لو يريد وحا أروري على ذكر الوصف وصف ياد شرط سيصومها وحا كتو أروري نحو قوله تعالى فانفروا ثبات ثبات ودوا جامد فانفروا بحا ثبات حالاتين كوح كوح فإن ثبات حال وي وليس بوصف نماها وعلى ذكر الفضلة وحا كتو أروري نحو قوله تعالى ولا تمشي في الأرض لك حا كتو عوني مرحا حالاتي فرح كبري ومرة حاسية كلامك كما مارميو ساسو جيدا وقال الشاعر قبيا وحوري ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء قليل الرجاء ليس معها من روحي مات دنتو فاستراح راحيستو بميت ميت معها روحي انتو دنتو راحيستو ميت معها كاسي إنما الميت ميتك ميت الأحياء كوا النول لبشا دوضوي يعني روح النول وحبك تبصرين ونولي هاي لكي وحقيمو لي هاي مري إنما الميت ميتك من روح وهي يعيش النول كئيبا حالو يهي من مرقيسا كاسفا من أمدوي هاي باله قلب جيسا أمدوي هاي مرق دبتينا قليلا رجاء رجيه سنة ويري هاي ليس معها من قفك مات لنتو فاستراح صراحة يستو بميت ميت معها إنما الميت ميتك ميت الأحياء كبا النول لبشاد وديوي إنما الميت ميتك من قف وي يعيش النول كئيبا حالو يهمد مرغيسا كاسفا حالو يهمد ومذو يهي باله قلبي قليل الرجاء رجيه سمد ويري هي حالو يهي بلك إنما الميت من يعيش كئيبا كئيبا تاسي حالك كما مربا يساس أجيدا فإنه شأن يقول يهي لو أسقط هدي الله رضا مرحا إيا وكئيبا هدي الله رضا فسد المعنى معنيه وفس هذه فبضل مركا وحا بريك كون الحال حالك أهانشي فضلة أجيه وعلى ذكر الوقوع في جواب كيف كيف جواب كذا وإنه لعي كرادنا وحكسو أروري نحو ولا تعثوا في الأرض مفسدين يعني حالة مؤكدة ده. ومفسدين حالة وهي وانا مؤكدة ومعها مبينة مرحبا حالة مبينة هاي إنك كيف جواب ما دعي كرتو
ولا تعثوها فسهادنين في الأرض الأولى فسهادنين مفسدين حالاتين هو فسهادنين. قلت وحن لي هاي انت مروائل كجوابه صبات لفظ قاسي بمعنى متفرقين اي كدغنت هاي، فهو لفظ صبات وصف وصف وهي تقدير حاجة تقدير وصف كوي هاي، والمراد جددها بالفضلة فضلة وحل وجه ده ما وها بعد تمام الكلام بعد تمام الجملة جملة مرك عيد ما تو كذب هي هذا يعني بعد تمام الجملة وحوج إلى جملة اللي بدأ إلى جزء وحن كبد هين أو مسند مسند إليه، أما جملة هذا اسمية هاي مبتدأ هي خبر هذا فعلية هاي فعل يفعل وحن كبد هنا لوجه ده لا ما شيء لو مجد يصح وأصح يعلي الغناء عنه إن لغم أرمي كروه وأصح لو مجد والحد المذكور حد الله صور شيء كيف هو جواب دعي كرا حد أسي للحال المبينات حالة مبينة لا يوسف حالة مبينة وحالة يرى هذا جملة هوري وحن لغا فهمين حالة بركي شيء حديث الجملة هوري وحن لغا فهمي كلي حالة أي كانت حالة مؤكدة اللي يرى هذا سدح بين أغيب سنتها ومؤكدة لعاملها مؤكدة لصاحبها مؤكدة لمضمون الجملة سيد حلاسة وقيم ستنمو سيشيك المصنف كيني لا المؤكدة ما وشرطها حالة الشرط كذا التنكير النكير النموي وحالة النكير النغطة صاحب كذا معرفة النغطة شرط الحال حالة الشرط كذا أن تكون وين يهاتا نكيرة فإن جاءت هذه أي اعتماد بلفظ المعرفة وجب واجبي تأويلها إن لو أويله بنكرة النكرة لو أويله وذلك كقولهم هذا الكود وهي أي لهذه ادخلوا كرا الأول الأول فالأول حال كره الريسان الأول كره رحال ويهي فالأول كره رحال ويهي فأرسلها ودر العراك حال يتمد إسعيريني يعني البيت بآية فأرسلها العراك ولم يذودها ولم يشفق على نقص الدخال بها بيته قالوا كهذا ليي قالي هل مرو درك كسو وذا دايو درك اللي قوى رابين ايو كلا اموه سن حريسانين وكلموه سن هورين ساس اوذي فارسلها ودري قالي العراك حالا يتايمين سعيريني ولم يدودها كلموه سن هورين ولم يشفق وغموه سن حريسانين على نقص الدخان اسلام جريد مركشة دي وغموه سن حريسانين محلو شاهد جوحا ويه فارسلها العراك وحالا البوريجيني وقراءة بعضهم قال كذا آخرين تهذا لا يخرجن الأعز منها الأذل يعني لا يخرجن غير لا بركة لا أخرجه وغير ذا مشهور كه لا يخرجن الأعز وفاعلك الأذل لنا ومفعولك غير ذا كلام حوي لا يخرج لا يأذن يعني إلا فتحيه يخرج مركة ليه فعل مفعول مقاضنا يا مركة يا لا يخرجن الأعز وفاعل الأذل حالين غير مركة لا يخرجن ولا إنه بحيوي الأعز كان هذا شرف مدينة كله منها مدينة وكبحي الأذل حاله يا ابن ليس حاله ويا قلب نجري بفتح الياء وضمير الراي يخرج ليرا وهذه المواضيع ونحوها مخرجة وحل أولي على زيادة الألف واللام ألف اللام تين الزائدين وكقولهم هذا الكود ويا أي راهدين اجتهد اجتهاد يومي وحدك حالات كريقاتي وحدك أفكا لو إضافية معرفة وهي لكن نكرة لو أولي وهذا كان مؤول وحلو أولي بما شيء لا إضافة فيه إضافة أي أنفسنا وتقديرنا اجتهد من فريد الحالات وصاحبها حالة صاحب كذا التعريف ومعرفة نموي يعني وشرط صاحبها وصاحبها وشرط صاحبها صاحب كذا شرطه التعريف ومعرفة نموي يعني صاحبك حالة وإنه معرفة نغضة أو التخصيص أما خصيص دوي أو التعميم أما عام نمو أو التخيير أما دبدعت صاحب الحال وينه معرفة النقضة أما تخصيص أوهلا أما تعميم أوهلا أما وينه دبدعاي حال ظهر مرتاح انت عمد وينه النقضة نحو خش عن أبصارهم يخرجون خش عن حاله يخرجون ووذيذا أيين حالك تيوان معرفة في أربعة أيام سواء لسائي سواء وحاله أربعة إن حالكتاي أربعة ونكيرة لكن حاله خصيصة إضافة أربعة أيام إضافة خصيصة ويهي وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون
وما أهلكنا من قرية إلا لها جبلة وحارة صاحب الحال كان قرية واي قرية دي روا النكرة ما هو النسي تعميم بلو جدايو وهي ده حد عدد نفي أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم الذي جلوه ما ماذا النفي أو ما أهلكنا يو قول شاعر قبيا هذا الكي لمن يتموحشا طلل يروح كأنه خلل لمن يتقوى لما يلي يراهدو أيو أسو ناضي موحشا حال ويهي مد عدلوبي ومد عدلائي كيالا طلل أساس البيت ويروح إفايو كأنه واحد مودا خلال واحد إسكو قرحيو بلد لمن يتقوى يوها أسوغا موحشا حال ويهي مد عدلوبي طلل أساس البيت كان ضلل يروح إفايو كأنه سيدا أصغو خلال بلد أو خلاه محلو شايد كوحا ويا موحشا وحارا صاحب الحال كي أوي اللي ما يتوي ويا هي ما يوحن جدا ضلل وهي ضلل تدبوي موحشا حالا ويا ضلل تدبوي ضلل وانا كبير محاو عنا دي حالا دي يا صهر مرتي صاحب الحال كدبوي وشرط صاحب الحال صاحب الحال شرطي واحد من مدوية ومن أمور أهرمة أربعة أفرة الأول كان هو التعريف كقوله تعالى خشعا أبصارهم يخرجون فخشعا حال وهي من الضمير في قوله تعالى يخرجون يخرجون وهو ذو أي حال كيه والضمير أعرف المعارف معرفة كانوا معرفة بروان نجي سومري وثاني كان لبعضنا التخصيص كقوله تعالى في أربعة أيام سواء سواء أنت حال من أربعة وهي أربعة لنا وإن كانت نكرة تنهب أهاتين لكنها مخصصة من لخص سوي بالإضافة إضافة لمخصص إلى أيام لو إضافي وثالث كسد حال تعميمه كقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون فجملة لها منذرون حال وهي من قرية أي حالك يهي وهي نكرة وهي عامة لوقوع هذا عتان كذا في سياق النفي نفي سعود كي سيد احد عادي والرابع كان افرادنا التاخير دب الدعوية على الحال حال كي اي كذب عادي كقول الشاعر لمن يتموحش طلل يروح كانه خلل لمن يتميوح اسغا موحشا حال يهمد عدل بطلل اساس البيت يروح افيا كانه سلا اسغا خلل وحليس قرحيا بلد ليس قرحيا فموحش اللفظ قاسي حال من طلل طلل أي حالك يهي وهو طلل كان نكرة وهي لتأخره دب عيسى عن الحال حال ذا أي يكذب داعي والتمييز وهو اسمه والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هيك ورب سفي عن من لو مغلي